مساء الخير واهلا وسهلا فيكم من خلال شاشة ال بي سي اي. صار وقت اللوتو. بهالايام كلنا بلبنان بتجمعنا ازمة السيولة والمصاري، ومين منا ما بيحلم انه يحل هالازمة وهالمشكلة عن طريق اللوتو اللبناني. كلنا عم نحلم انه الليلة الورقة يلي بين ايدينا تتحول لملايين، والليلة في عنا جوائز كتير عالية. بالنسبة للمرتبة الأولى يلي أنا أكيد كلكم عم تحلموا فيها وتقول يا رب الليلة تكون من نصيبي، الليلة المرتبة الأولى قيمتها حوالي 2,482,000,000 ليرة. المرتبة الثانية كتير عالية، التراكم لحاله حوالي 273,000,000 ليرة، يعني الجائزة بتكون فوق 400,000,000 ليرة. وزيد طبعا للأشخاص اللي أخذين زيد، الليلة الجائزة الأولى حوالي 36,000,000 ليرة. بالتوفيق للجميع. لو سمحتوا بدنا نشيك على رقم السحب الموجود بالشبكة أو على السلولار. الليلة رقم السحب 1796، الليلة التنين 24 شباط 2020. قبل ما ننتقل لمكنة اللوتو ونباشر بالسحب، بدنا نرحب بعضو لجنه الرقابه ومندوبيزات الماليه على عمل وصحوبات اللوتو. اهلا وسهلا فيك استاذ سيزار عيسى معنا الليله. بونسوار. اهلا. الى مكنه اللوتو و42 طابه يلي في سته منهم الليله بيغيروا لكم حياتكم، كمان الطابه السابعه الاضافيه للمرتبه الثانيه كمان انا اكيد بتغير لكم حياتكم. ان شاء الله الليله تنربح المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه. والبدايه مع طابة 41. طابة الثانية 14. 34 طابة الثالثة. و30 طابة الرابعة. 23 طابة الخامسة. 14 41 بالقلب. 23 32 بالقلب. 28 34 هو الطابات المرتبة الأولى. والطابة السابعة الإضافية للمرتبة الثانية رقمها 13. خلصنا سحب اللوتو لليلة، هول هن الأرقام بشكل أوضح وأكبر وراي على الشاشة. خذوا وقتكم، ايدون شوفوا شبكاتكم، وللي اخذين زيد صار وقتكم، صار دوركم لحتى نشوف سواء انا وانتو الرقم الرابح لليله. والمكنه صارت جاهزه مع الطابات. والرقم الرابح بلش يبين على الشاشه من اخر طابه لاول طابه. 2 6 9 2 9 إذا هذا هو الرقم الرابع. خلصنا زيد، خلصنا اللوتو، بيبقى نعرف إذا الليلة رح بيكون في عنا رابحين بالمرتبة الأولى والمرتبة الثانية. الجواب بعد بريك. رجعنا لحتى نتابع اللوتو ولنشوف الليلة إذا رح تنربح الجائزة الكبرى، وطبعا المرتبة الثانية اللي هي كثير عالية كمان الليلة بنتمنى انه تنربح، بالاضافة اكيد لجائزة زيد يلي هي كمان عالية، جوائز كثير خيالية وعاليين الليلة بنتمنى انه ينربح. وقبل ما نتأكد من الأرقام مع أستاذ سيزار تفضل. سحب اللوتو رقم 1796 بتاريخ 24 شباط 2020، والأرقام الستة الأساسية هن 41 14 34 32 23 و28. والرقم الإضافي للجائزة الثانية هو 13.
شكرا لك. خلينا نشوف انا وياكم تابلو ونشوف شو وضع المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه لليله. الى التابلو، وللأسف الليلة ما ربحت المرتبة الأولى. بالمرتبة الثانية ألف مبروك، في عنا شبكة وحدة لحالة رح تربح المبلغ الإجمالي اللي هو حوالي 392 مليون ليرة. كثير حلوين، ألف مبروك. بالمرتبة الثالثة في عنا 25 شبكة، كل شبكة منهم رح تربح مليونين ليرة. بالمرتبة الرابعة 1133 شبكة بيربحوا 45000 ليرة. بالمرتبة الخامسة 14234 شبكة، وكل شبكة منهم مثل العادة هذا المبلغ ثابت 8000 ليرة لأنه صابوا ثلاث أرقام. وشو ما كان حلو الربح. هلا بالنسبة للمرتبة الثانية يلي القيمة عالية فيها الليلة حوالي 392 مليون ليرة، من وين ربحت الشبكة؟ 3098 راس غاز بالزلقة. اوكي، محطة بنزين. ألف مبروك إذا لسعيد الحظ يلي الليلة نقشت معه مع اللوتو اللبناني بالمرتبة الثانية وجايزة حرزانة، وإن شاء الله بتتهنى فيها يا رب. أستاذ سيزار لو سمحت هلا صار وقت تأكدنا من رقم زيد. أكيد. سحب زيد نفس السحب رقم 1796 بتاريخ 24/2/2020. الرقم الربحان هو 92962. هيدا الرقم الربحان لازم يكون موجود على اعلى الشبكه بين ايديكم، دافعين 1000 ليره زياده على شبكه اللوتو في وي. وخلينا نشوف التابلو شو في بالمرتبه الاولى لليله. ما في حدا. اذا 36 مليون ونص ما رح ينربحوا الليله، كل ورقه بتنتهي بالرقم 2962 بيربحوا 450000 ليره، 962 45000 ليره، و 62 4000 ليره. اذا الليله زيد من ربحت بسيطه. سحب الجير رح بيكون عندنا جوائز اكبر خاصه بالمرتبه الاولى باللوتو اللبناني. خلينا نسمع انا وياكم قد ايه رح بتكون استاذ سيزار سحب الجي نهار الخميس بعد يوم المرتبه الاولى، قد ايه رح تكون قيمتها؟ مليارين و 650 تقريبا. مليارين و 650 مليون ليره. المرتبه الثانيه اليوم من ربحت وكانت عاليه حوالي ال 100 مليون عن جديد. نرجع على ال 100 مليون وزيد. زيد حوالي ال 50 مليون. حلوين، شكرا لحضورك معنا. اذا مليارين و650 مليون ليره هي قيمه الجائزه الكبرى باللوتو اللبناني. لكل يلي صار لهم سنين وزمان بياخذوا لوتو ما تيأسوا، ما بتعرفوا اي نهار بتفتح بوشكم. ولكل يلي عباله يجرب حظه اول مره مع اللوتو اللبناني، نهار الخميس بيكون في عنا جائزه مثل ما ذكرت قيمتها حوالي المليارين و650 مليون ليره. المرتبه الثانيه قيمتها حوالي ال100 مليون ليره وزيد. للاشخاص اللي معوا كمان يدفعوا 1000 ليره زياده على شبكه اللوتو تقريبا حوالي 50 مليون ليره. جوائز بتفش الخلق، جوائز فيها تحل لكم كل المشاكل الماليه والمعيشيه والاقتصاديه يلي كلنا للاسف عم نعاني منها بهالايام. خذوا شبكات لوتو من هاللحظه. يلي دائما بيسالوني كيف بناخذها على السيلولار على 10/20، بتبعتوا على ال 10/20 يعني المساج لل 10/20 يا اما كلمه كيو بي، وهون ساعتها المساج بيبعت لكم عشوائي الارقام، او انتم بتختاروا ارقامكم في بيناتهم سبيس. هيدي على السيلولار. على الابلكيشن صار فيكم تنزلوا مجانا ابلكيشن ال ال دي جي، وطبعا هون فيكم تلعبوا كل العاب الحظ. الفاوتشر لتشارجوا هي الابلكيشن موجوده بكل مراكز اللي بانز دي جو. طبعا اللي معودين كمان يلعبوا على الويب سايت فيهم يوصلوا انه يلعبوا لحد 12 رقم، وايضا بكل مراكز اللي بانز دي جو. ما عندكم حجه، ال 2000 ليره فيها تغير لكم حياتكم. انا بشوفكم نهار الخميس من هون لوقتها، تبعوا على حالكم. باي باي.